السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، درس جديد من دروس اللغة العربية فرع النصوص بعنوان رحمة ومحبة لقاسم أمين. تعالوا مع بعض نتعرف على درس النهاردة ونتعرف على قاسم أمين ونتعرف على المعاني المهمة والأسئلة إزاي بتيجي على نص رحمة ومحبة. مين هو قاسم أمين؟ قاسم أمين هو قاضي وأديب مصري، ولد عام 1863 في بيئة أرستقراطية، يعني في طبقة عالية من المجتمع، طبقة الحكام وأصحاب الألقاب. سافر في بعثة فرنسا، زعيم الحركة النسائية، مؤلف كتاب تحرير المرأة اللي منه نص النهاردة. نص النهاردة من كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين، وتوفي عام 1908. تعالوا مع بعض نقرأ النص وبعد كده نتعرف على المعاني المهمة ومواطن الجمال والأسئلة بتيجي إزاي على نص رحمة ومحبة. نقرأ النص، بيقول إن طبيعة العصر الذي نحن فيه منافرة للاستبداد، معادية للاستعباد، ميالة إلى سوق القوى الإنسانية في طريق واحد وإلى غاية واحدة. فهذا الطائف الرحماني الذي طاف على نفوس البشر فنبه منها ما كان غافلا، لا بد أن ينال منه النساء نصيبهن. فمن الواجب علينا أن نمد إليهن يد المساعدة ونعمل معهن، بقوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم. ولا شيء أدخل في باب التقوى من تهذيب العقل وتكميل النفس وإعدادها بالتعليم والتربية إلى معرفة النافع ومدافعة الرذائل ومقاومة الشهوات، ولا من حسن المعاملة واللطف في المعاشرة. فعلينا أن نجعل الصلة بيننا وبينهن صلة محبة ورحمة، لا صلة كره وقسوة. هذا ما تفرضه علينا الإنسانية وتطالبنا به الشريعة، وهو مع ذلك فريضة وطنية يجب علينا آداؤها حتى تكون جميع أعضاء المجتمع عندنا حية عاملة قائمة بوظائفها. النص ده من كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين. تعالوا مع بعض بقى نشرح جزء جزء من الدرس ده ونعرف المعاني المهمة ومواطن الجمال والسؤال بيجي إزاي. فأول فكرة من الدرس بيقول إن طبيعة العصر الذي نحن فيه منافرة للاستبداد، معادية للاستعباد، ميالة إلى سوق القوى الإنسانية في طريق واحد وإلى غاية واحدة. المعاني اللي بتيجي هنا طبيعة، يعني طبيعة فطرة وجمعها طبائع. طبيعة العصر الذي نحن فيه، العصر اللي هو الزمن وجمعها عصور، بيقول إن طبيعة العصر بيوصف طبيعة العصر اللي عايش فيه قاسم أمين إن هي منافرة، يعني رافضة وكارهة، كارهة للاستبداد، وعكسها قابلة ومحبة. والاستبداد اللي هو الانفراد بالرأي والحكم، وعكسها طبعا المشاورة. وبيوصف برضو طبيعة العصر ان هي معادية للاستعباد، يعني معادية مخاصمة، برضو يقصد بها ان هي كارهة ورافضة للاستعباد، وعكسها مصاحبة. والاستعباد اللي هو اتخاذ الناس عبيدا، وعكس الاستعباد التحرير. ومواطن الجمال اللي ممكن تيجي على السطر ده بيقول ان طبيعة العصر، طالما اوله ان يبدأ اسلوب ايه؟ برافو، اسلوب مؤكد بان، ان طبيعة العصر الذي نحن فيه منافرة للاستبداد، معادية للاستعباد. لما يجي يقول لك ايه الجمال في التعبير ده، هنقول له ده بيشبه طبيعة العصر بإنسان يكره الظلم. هو هنا قاسم أمين بيوصف طبيعة العصر إنها كارهة للاستبداد، كارهة للاستعباد، بيشبه طبيعة العصر بإنسان يكره الظلم والانفراد بالرأي. وهنا برضو في تناغم موسيقي، الموسيقى اللي هنعرفها بعد كده لما ندخل ثانوي بالسجع: منافرة للاستبداد، معادية للاستعباد، ده هنقول تناغم موسيقي. وبرضه منافرة ومعادية بينهما ترادف، منافرة نكرة للتعظيم، معادية نكرة للتعظيم. تعالوا مع بعض بقى نعرف المعاني المهمة في السطر التاني. ميالة إلى سوق القوى، يعني ميالة محبة ومنحازة وعكسها كارهة. إلى سوق، سوق يعني إيه؟ دفع وعكسها إيقاف. القوى الإنسانية في طريق واحد وإلى غاية واحدة، غاية يعني هدف وجمعها غايات. ومن مواطن الجمال اللي ممكن تيجي هنا لما يجي يقولك سوق القوى الإنسانية، ايه الجمال اللي فيها هنا؟ ده بيشبه القوى الإنسانية بكائنات تسير في طريق واحد، بسوق القوى الإنسانية في طريق واحد. القوى دي كلمة جامعة بتفيد الكسرة، وكلمة طريق وكلمة غاية الاتنين نكرة للتعظيم. السؤال اللي ممكن يجي لك هنا هيجي يقول لك بما وصف الكاتب العصر الذي يعيش فيه، هنقول ان قاسم امين وصف العصر الذي يعيش فيه بانه يرفض الانفراد بالرأي، يكره كافة مظاهر القهر والاستعباد، يدفع البشرية الى غاية واحدة، الى هدف واحد. تعالوا مع بعض نكمل النص بنفس الطريقة، نعرف قاسم امين بيقول ايه ونعرف المعاني المهمة ومواطن الجمال والسؤال بيجي ازاي. قاسم امين بيقول: فهذا الطائف الرحماني الذي طاف على نفوس البشر فنبه منها ما كان غافلا، لابد ان ينال منه النساء نصيبهن. فمن الواجب علينا ان نمد اليهن يد المساعدة ونعمل معهن، بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم.
وفي السطر الأخير في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعفين المرأة واليتيم. في هنا بدل، لو مشفتش حلقة البدل ادخل شوفها على القناة تلاقيها موجودة، واستخرج البدل من الحديث ده واكتبه في التعليقات عشان اعرف مين اللي شاطر معانا. تعالوا مع بعض نتعرف على المعاني المهمة اللي موجودة قدامنا. بيقول: فهذا الطائف الرحماني. مين الطائف الرحماني؟ هو تعاليم الإسلام الذي طاف على نفوس البشر. بيقول ان الطائف الرحماني اللي هو تعاليم الإسلام طاف على نفوس البشر. يعني طاف دار وعكسها سكن وهدى على نفوس البشر، فنبه، يعني نبه أيقظ ما كان غافلا، غافلا يعني ساهيا وعكسها يقظا وجمعها غافلين، لابد أن ينال منه النساء نصيبهن. بيقول أن الطائف الرحماني تعليم الإسلام لازم النساء تاخد حظها منه، لابد أن ينال، لابد يعني مفر وجمعها بددة، لابد أن ينال. ينال يعني يحصل وعكسها يفقد، منه النساء نصيبهن يعني حظهن وجمعها أنصبتهن. فمن الواجب علينا، الواجب علينا أن احنا نمد إليهن، نمد لهم يد المساعدة. يعني نمد نبسط وعكسها نقبض، نبد إليهن يد المساعدة. وهنا برضو بيشبه المساعدة بإنسان بيمد إيده للنساء، والمساعدة هنا معناها المعونة وعكسها الخزلان. ونعمل معهن بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعفين. يعني اتقوا الله يعني خافوا الله في الضعفين، من هم الضعفين؟ المرأة واليتيم. وخلي بالك هنا ان جمع كلمة المرأة بيبقى جمعها النساء، ملهاش جمع من لفظها. تعالوا مع بعض نتعرف بقى على مواطن الجمال المهمة اللي موجودة قدامنا. نبه منها ما كان غافلا. ايه الجمال في التعبير ده؟ الفاء دي فاء السرعة. نبه، مين اللي نبه؟ الطائف الرحماني. هنا الفاء بتدل على الايه؟ على السرعة. وكلمة نبه وكلمة غافلا بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضحه. لما يجي يقول ينال منه النساء نصيبهن، هينالوا من ايه؟ من الطائف الرحماني. هياخدوا منه ايه؟ نصيبهن، هياخدوا منه حظهم. يبقى هنا بيشبه الطائف الرحماني اللي هي تعليم الإسلام بشيء مادي هينال منه النساء نصيبهن. والواجب علينا ان احنا نمد اليهن يد المساعدة. هي المساعدة لها ايد؟ لا طبعا. يبقى برضو بيشبه المساعدة بإنسان له يد. ونعمل معهن بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله. اسلوب ايه اتقوا الله؟ برافو، اسلوب امر. هنقول له اسلوب امر غرض الوجوب والالزام في الضعفين المرأة واليتيم. المرأة واليتيم، كلمة المرأة معرفة وكلمة اليتيم معرفة، معرفة للعموم والشمول، يعني اي مرأة واي يتيم. وهنا برضو المرأة واليتيم دول علاقتهم باللي قبلهم تفصيل بعد اجمال. هو قال لك الضعفين ده الاجمال، مين بقى هما الضعفين؟ بقى بيفصل المرأة واليتيم، فعلاقتها باللي قبلها تفصيل بعد إجمال. السؤال اللي ممكن يجي لنا على الفكرة اللي قدامنا بيقول: ما المقصود بالطائف الرحماني وما أثره في نفوس البشر؟ هنقول له ان الطائف الرحماني ده هو تعليم الإسلام. طب ايه اثره في نفوس البشر؟ هنقول ان هو نبه نفوس البشر وايقظها من غفلتها واكد لهم على ضرورة اعطاء النساء حقوقهن. سؤال تاني ممكن يجي يقولك: كيف نجح الكاتب في الاقناع باهمية حسن التعامل مع المرأة؟ هنقول له نجح بالاستشهاد بالحديث الشريف، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعفين المرأة واليتيم. تعالوا مع بعض ناخد الفكرة اللي بعد كده من نص رحمة ومحبة القاسم أمين. قاسم أمين بيقول: ولا شيء أدخل في باب التقوى من تهذيب العقل. هو هنا قاسم أمين بيعرف لنا كيف تتحقق التقوى التي أمرنا بها الرسول: اتقوا الله في الضعفين. بيقول لنا: ولا شيء أدخل في باب التقوى من تهذيب العقل وإيه تاني؟ وتكميل النفس وإعدادها بالتعليم والتربية إلى معرفة النافع ومدافعة الرذائل ومقاومة الشهوات، ولا من حسن المعاملة واللطف في المعاشرة. دي الأشياء اللي بتتحقق بها التقوى. طب تعالوا مع بعض نعرف معاني الكلمات. ولا شيء أدخل في باب التقوى، يعني أدخل أحسن وعكسها أسوأ. في باب التقوى من تهذيب العقل، هذب عقلك أصلحه، وعكس تهذيب إفساد. وتكميل النفس وإعدادها، عد نفسك بالتعليم والتربية إلى معرفة النافع اللي هو المفيد وعكسها الضار. مدافعة الرذائل، تقاوم الرذائل اللي هي الصفات القبيحة المفاسد وعكسها الفضائل ومفردها الرذيلة. وتقاوم الشهوات، مقاومة الشهوات اللي هي الرغبات، مش أي حاجة أنت عايزها تعملها. لا طبعا، في حلال في حرام، في صح وفي غلط، ومفرد شهوات شهوة. ولا من حسن المعاملة واللطف في المعاشرة، اللطف اللي هو اللين وعكسها القسوة، وجمع اللطف الألطاف. المعاشرة اللي هي المخالطة والمصاحبة. ومواطن الجمال اللي موجودة في الفكرة اللي موجودة قدامنا لما يجي يقولك تهذيب العقل تكميل النفس، برضو ده هنقول ان فيها تناغم موسيقي بتطرب له الاذن، واعدادها بالتعليم والتربية. ايه العلاقة بين التعليم والتربية؟ هنقول العلاقة بينهما علاقة ترابط، بينهما ترابط، الى معرفة النافع ومدافعة الرذائل. هتدافع، هتقاوم الرذائل. يبقى هنا بيشبه الرذائل بايه؟ بوحش تدافع بتقاومها. ومقاومة الشهوات، برضو هنا برضو بيشبه الشهوات باعداء
انت هتقاومه، ولا من حسن المعاملة واللطف في المعاشرة. دي برضو فيها تناغم موسيقي برضو زي اللي قلناه في الاول، حسن المعاملة، اللطف في المعاشرة. وايه السؤال اللي ممكن يجي لك على الفكرة اللي موجودة قدامك لما يجي يقول لك ما طرق الوصول للتقوى التي امرنا بها الرسول؟ هنقول له تنقية العقول من الافكار السيئة، تهذيب العقل يعني، وتكميل النفس، اعداد النفس بالتربية والتعليم، تعرف النافع، تبتعد عن الضار، تقوم الشهوات، حسن المعاملة، اللطف في المعاشرة. كل دي طرق للوصول للتقوى التي أمرنا بها الرسول. تعالوا مع بعض نكمل برضو النص، نص رحم ومحبة لقاسم أمين. قاسم أمين بيقول علينا أن نجعل الصلة بيننا وبينهن، بين النساء يعني، صلة محبة ورحمة، لا صلة كره وقسوة. هذا ما تفرضه علينا الإنسانية وتطالبنا بها الشريعة. حسن معاملة المرأة مش بس فريضة إنسانية وشرعية، لا ده كمان ده فريضة وطنية يجب علينا أداؤها. حتى ليه بقى؟ حتى تكون جميع أعضاء المجتمع عندنا حية عاملة قائمة بوظائفها. طب إيه المعاني المهمة اللي موجودة في الفكرة اللي قدامنا؟ بيقول علينا أن نجعل الصلة، يعني الصلة العلاقة، وعكسها القطيعة وجمعها الصلات، بيننا وبينهن صلة محبة ورحمة، لا صلة كره وقسوة. قسوة يعني غلظة وعكسها رحمة. هذا ما تفرضه، يعني تفرضه توجبه وعكسها تجيزه، تفرض علينا الإنسانية وتطالبنا به الشريعة، يعني الشريعة أحكام الدين، جمع شريعة شرائع، وهو مع ذلك فريضة وطنية يجب علينا أداؤها. فريضة يعني واجب، وجمعها فرائض، يجب علينا أداؤها يعني القيام بها. طب إيه مواطن الجمال المهمة اللي موجودة في الفكرة اللي قدامنا لما يجي يقولك إيه العلاقة ما بين محبة ورحمة وكره وقسوة؟ إيه العلاقة اللي بينهم؟ هتقول العلاقة ما بينهم دي تضاد، تضاد يؤكد المعنى ويوضحه. هذا ما تفرضه علينا الإنسانية. هيقولك إيه الجمال في التعبير ده؟ تفرضه علينا الإنسانية. بيقول إن الإنسانية بتفرض علينا حسن معاملة المرأة. إيه الجمال في التعبير ده؟ ده هنا بيشبه الإنسانية بحاكم بيفرض علينا حسن معاملة النساء. حسن معاملة النساء فريضة إنسانية تفرضها علينا الإنسانية، وفريضة شرعية تطالبنا به الشريعة، وفريضة وطنية يجب علينا أداؤها. ليه؟ حتى تكون جميع أعضاء المجتمع عندنا حية عاملة قائمة بوظائفها. طب إيه الجمال في السطر الأخير كله؟ ده هنا بيشبه المجتمع بالجسد، وبيشبه أفراد المجتمع بأعضاء الجسد. بيدل على إيه؟ بيدل على الوحدة الوطنية والترابط. ولما يجي يسألك برضو في مواطن الجمال السطر الأخير كله إيه علاقته باللي قبله، بيقولك إن هو فريضة وطنية. طب ليه؟ علشان تكون جميع أعضاء المجتمع. طالما قالك علشان، يبقى دي بيينة سبب، يبقى نقول له علاقتها باللي قبلها تعليل لما قبل. طب السؤال هنا على الفكرة اللي قدامنا دي بيجي إزاي؟ هيجي يقولك ما واجبنا نحو النساء؟ هنقول له واجبنا نحو النساء إن إحنا نساعدهم علشان ينالوا ويحصلوا على حقوقهم، نتقي الله فيهم كما وصلنا الرسول، نحسن معاملتهم، نجعل العلاقة ما بيننا وبينهم علاقة محبة ورحمة. السؤال التاني لما يجي يقولك حسن معاملة المرأة فريضة وطنية وإنسانية وشرعية، وضح ذلك. هنقول إن حسن معاملة المرأة فريضة إنسانية لأن طبيعة العصر اللي احنا فيه رفض للاستبداد والاستعباد، فلازم تتعامل معاملة إنسانية. وفريضة شرعية لأن الرسول طلب مننا إن احنا نتقي الله في الضعفين، نتقي الله في المرأة واليتيم. وفريضة وطنية علشان تكون جميع أعضاء المجتمع عندنا حية عاملة قائمة بوظائفها. وبكده يبقى احنا شرحنا نص رحمة ومحبة لقاسم أمين، وعرفنا المعاني المهمة، وعرفنا مواطن الجمال، وعرفنا الأسئلة اللي ممكن تيجي على النص. بتمنى أكون قدرت أفيدكم ولو بجزء بسيط. ما تنساش تضغط لايك للفيديو وتشارك الفيديو لكل أصحابك عشان يستفادوا. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.